سونيل، من وقت ما دخلت أنت على حياتي صدقني عطيتني الأمل لعيش كل أيامي بسعادة. شكراً لأنك دخلت على حياتي. طبعاً أهلي. راهول اسمعني شوي. شو عم تسوي راهول؟ خلص راهول، من بعد ما شفنا عيلة جيت أنا حاسة إنه هاي البنت ما أنا مناسبة لك أبداً. أنا ما بدي أحكي مع أي حدا منكم. استنى راهول. يا راهول حابين نحكي معكم شوي. ها؟ شو بدك لسه تحكي معنا بالضبط؟ الموضوع بخص ارتباط راهول وجيت. انت زرتينا بس انتو ما شفتوا جيت لحالة، وانتو ما قبلتوا نحكي بالموضوع ابدا، والسبب كان بس لانه ابن عمها لجيت متزوج من مرة منفصلة هلا. يعني حتى لو هالموضوع كان غلط، بالنهاية جيت شو ذنبه بهالشي؟ معقول يعني راهول يكون غلط لأنه اختار جيت وحبة؟ الشخص من أي عائلة المفروض إنه هالشي ما يأثر على الحب. حب راهول وجيت لبعضهم كبير وحرام نخسره. أنت ما بتهمك سعادة ابنك راهول أبداً؟ يعني ما بيهمك إنهم يكونوا مع بعضهم؟ إيه بابا، أنا ما بيهمني تفكير حدا ولا بشو عم تفكر أمي وعمتي. بابا أنا بدي أتزوجها لهي البنت لأني فعلاً بحبها. ومتأكد أني رح كون سعيد معه. اسمعني منيح يا راهول، شو ما صار سعادتي من سعادتك يا ابني، أنا رح كون جنبك. بس شو بدك تقول لأختك؟ أنا رح أتفاهم معه. وإذا ما قبلت بالحكي؟ إذا ما قبلت خليها تساوي اللي بتشوفه مناسب، مو مهم عندي. عادي ما تحضر العرس، بس أنا ما رح أخرب سعادة ابني وحياته بسبب هيك أفكار قديمة لأي شخص. راهول رح يتزوجها لجيت. شكراً، بس أنا كان بهمني أعرف إنه بتهتم بسعادة ابنك وحياته المستقبلية. تهانينا يا راهول، أنت رح تتزوج، يعني بداية ارتباطك هاد بلشت. سوني شو فيديا؟ بس هو عريس هلا، مو هيك؟ يا جماعة أنتوا ليش واقفين؟ تفضلوا اقعدوا. إيه ليش؟ تفضل تفضل. أهلا وسهلا. يلا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.